الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وشرف وعظم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سبق معنا في الأسبوع الفائت تفسير قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بحثنا في الأسبوع السابق بتوفيق الله سبحانه عن الاستغفار القولي، استغفروا ربهم بالأقوال، وأتينا على ذلك بالأدلة والأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الاستغفار وما والاه. أما اليوم فبحثنا عن الاستغفار العملي. إذا استغفر الإنسان من الذنب بلسانه بقوله أستغفر الله تغفر ذنوبه وتمحى عنه خطيئاته، ولكن إذا أتبع الاستغفار القولي بالاستغفار العملي رفعت درجاته ولم يبق عنه من خطاياه صغيرة ولا كبيرة. والاستغفار العملي ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعدة أشياء. مرة ورد الحديث بأن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن الاستغفار العملي ما ورد به كذلك أن الله يغفر للإنسان ما تقدم. ومنها ورد كذلك في حديث رسول الله: تغفر ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومنها: تغفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ومنها أحاديث عامة تغفر الذنوب بشكل عام. فلما كان الاستغفار العملي له هذه المراحل في الشريعة المطهرة ورد في بكل ناحية منها أحاديث، من يفعل هذه الأحاديث يغفر الله له ذنوبه ما تقدم منها أو ما تقدم وما تأخر، أو تغفر ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو لو كانت مثل زبد البحر، أو تغفر ذنوبا عامة كاملة. إذن فلا بد للتوبة من توبتين: توبة الأقوال لمن قال قولا فاحشا أو نطق نطقا فاحشا أو أساء بلسانه بذكر أحد بسوء، فهذا يغفر بالأقوال بالاستغفار القولي. وأما إذا كان الذنب اكتسابا بيد أو بعين أو بسعي إليه أو بفعل قام به، فذنوب الأفعال لا تغفر إلا بالأعمال. فذنوب تمحى بالاستغفار
وذنوب تمحى بالأعمال. فاستغفار الأعمال أبلغ وأعظم من استغفار الأقوال، خاصة إذا كان الاستغفار لمن لم يعي حق الاستغفار فيستعجل. كثير منهم من يستعجل، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فهذا يخاطبه سيدنا علي رضي الله عنه بقوله: سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين. سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين. السبب لأنه يستغفر ولا يدري ما يقول. الاستغفار طلب المغفرة من الله، وطلب المغفرة لا يطلب بالأقوال. الله عز وجل أثبت لنا في القرآن مغفرته للذنوب، فقال تعالى: وإني لغفار، وإني لغفار، لكن شرط للمغفرة شروطا. قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. فذكر القرآن أربع شروط لقبول التوبة. أولا لمن تاب، والتوبة تحتاج من الإنسان ترك المعاصي وعدم الإصرار عليها، والتوبة منها والندم. وآمن، الإيمان أن تؤمن أن الله رقيب عليك، وأن الله شهيد على عملك، وأن الله مطلع عليك، هذا الإيمان. وعمل عملا صالحا، أن يسعى بأعمال الصلاح، أعمال الطاعة، أعمال التقوى، أعمال الأذكار والأوراد، أن يقوم بالأعمال الصالحة التي تصلح للعرض على الله، والتي تصلح حياة الإنسان بالاستقامة والتوجه إلى الله. لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اهتدى باتباع أهل العلم، اهتدى بمجالسة المهتدين، اهتدى بصحبة الأولياء والصالحين. فإذا آمن تاب وآمن وعمل صالحا ولم يجالس أحباب الله وأولياء الله، فلعل توبته لا تستقيم ولا تدوم. لا تدوم التوبة إلا بصحبة أهل الإيمان والمعرفة، بصحبة أهل الكمال. هؤلاء الذين إذا صحبهم الإنسان بدلوا ميوله من ميل الشهوات إلى ميل المخافة من الله، يبدلون توجهه من التوجه إلى الذنوب والمعاصي إلى أن يتوجه إلى عظمة الله دائما. هكذا الصحبة تبدل في الإنسان. فلا بد من التوبة إذن أن يكون فيها أعمال صالحة. وسر الأعمال كلها، كل الأعمال لو عملها لا ترفع إلا إذا وجد في الأعمال سرها. سر الأعمال الإخلاص لله. فلا يقبل عمل فيه طلب لسناء أو لمدح أو مشان خاطر فلان أو حتى ما فلان يزعل. تعمل العمل لله وحده، تريد بذلك طلب رضاء الله وحده، لتتقرب إلى الله، ليغفر الله لك، لا لأجل مدح أحد ولا ثناء أحد ولا أن تفرح بما عمل، إنما تعمل طلبا لرضاء الله وحده. هذا الإخلاص. فأي عمل وجد فيه الإخلاص كان عند الله مقبولا وإن كان قليلا. قال صلى الله عليه وسلم: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل.
أخلص دينك يكفك القليل من العمل. أما إذا كان الأعمال كانت كثيرة وكبيرة حتى ملأت السماوات والأرض، لكن فيها ميل لحظ النفس، أو فيها ميل لمدح الناس، أو ليراه الناس، فلا أجر له ولا مثقال ذرة. فإذا أول الأعمال الإخلاص لله. ثم بعد ذلك نسمع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث السنة مما تغفر به الذنوب، فلعل الله أن يوفقكم للعمل بذلك. ممكن أذكركم 10 أحاديث أو أكثر، كل ذلك يطلب العمل فيها ليغفر الله لنا الذنوب. نبدأ أولا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن تغفر من ذنوبه ما تقدم فقط، ما تقدم يعني في الأيام التي سبقت ما تقدم منها. فالنبي ذكر لنا حديثين في ذلك ما تقدم من الذنوب، فقال صلى الله عليه وسلم، في مين يكتب؟ مين؟ إن شاء الله الله يبارك فيكم. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام، والقيام هي صلاة التراويح في رمضان، هذه تعتبر من قيام رمضان. فمن صلى التراويح في رمضان غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني من السنين التي خلت ومضت، ولو كان يبلغ من العمر 60 سنة تغفر ذنوبه التي تقدمت بقيامه بصلاة التراويح في شهر رمضان. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، كمان الملائكة بتقول آمين، فإذا طلعت آمين معك مع آمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذين حديثين في من يغفر الله له من الذنوب ما تقدم، حديث بقيام شهر رمضان وحديث بكلمة آمين. معنى آمين يعني اللهم استجب، هي معنى كلمة آمين. وكلمة آمين هذه موجودة في كل الأديان، يعني اللهم استجب الدعاء. أنت دعيت اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني لا تجعلني ممن غضبت عليهم ولا ممن ضلوا عن سبيلك والإيمان بوحدانيتك. ثم تقول آمين يعني اللهم استجب. فكلمة آمين هذه الملائكة تقف معنا في الصلاة، تصلي معنا وتحضر الجماعة معنا. فإذا قال الإمام ولا الضالين تقول الملائكة آمين. فمن وافق تأمينه كلمة آمين منك مع الملائكة كلمة آمين غفر لك ما تقدم من ذنبك.
كلمة آمين في ناس بيزيدوها، في ناس بيطولوها آمين، هذا ما وارد إلها. كلمة آمين أن يقولها الإنسان بصوت معتدل من غير مد ولا مط ولا تشديد، كما أنه في البعض بيقول آمين آمين يعني مقتدين، هذه غير صحيحة، المطلوب من غير تشديد. أما إذا قال آمين بعض المزاهد تبطل صلاته، فنحن نقول آمين وراء الإمام يعني اللهم استجب الدعاء. هذين الحديثين تقدما فيمن غفر الله له ما تقدم من ذنوبه يعني في الأيام التي سبقت. وإذا غفرت الذنوب، المراد من مغفرة الذنوب الذنوب الصغائر، تغفر الذنوب الصغائر. الذنوب الصغائر في الذنوب نوعين، ذنوب صغائر وذنوب كبائر. وإن كان زجينا للحقيقة وتوضحنا في الموضوع لكانت كل الذنوب كبائر لو عرفنا الحقيقة، لقول القائل لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر مع من أذنبت. الذنب مع من؟ مع الله. والذنب مع العظيم شو بيصير؟ بيصير عظيم. لكن الشرع بيّن ذلك أن هناك ذنوبا صغائر، من النظر، من الكلمة النابية، من حركات بسيطة، هذه تعتبر صغائر. أما الكبائر وقد وردت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام منها سبعة، وقال ابن عباس هي أكثر من 70. ابن عباس ذكر أن الكبائر أكثر من 70 كبيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبعة الموبقات: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم، والسحر. هذه كلها من الكبائر التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عليها. فإذا هذين الحديثين عمليين، أولا الأولان بالقيام، والثاني بالتأمين خلف الإمام. ننتقل إلى ما ورد من أحاديث رسول الله في من غفر الله له ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما تقدم في الزمن الماضي كما ذكرنا، وما تأخر يعني في الأيام التي ستأتي، أن الله عز وجل يغفر لك الذنوب التي ستعملها في هذا العام. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصحيح على شرط البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا جديدا، الثوب سواء كان قميص أو كان جلابية أو كان جبة أو جاكيت، كل ثوب تلبسه جديد، هذا وارد في الحديث، من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني ورزقني من غير حول مني ولا قوة، قال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا حديث ورد في أبو داود والترمذي والحاكم على شرط البخاري. في حديث مثله يدل على ذلك: من استجد قميصا
فلبسه. فقال حين بلغ ترقوته، الترقوة يعني العنق، لما وصل الأميس زررته، قال الحمد لله الذي كساني ما أستر به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق توبا لأتي فتصدق به، قال إلا كان في كنف الله وفي ستر الله وفي رحمة الله حيا وميتا. هذا الحديث عملي، كل ما الإنسان استجد قميصا الأميص العتيق يتصدق فيه إلى فقير هو بحاجة إليه، إلى من هو أحوج منه. أنت عندك مثلا أميصين ثلاثة أربعة، في واحد ما عنده غير أميص، أعطيه أميص منك، لكن ما تعطيه بوسخه، ما تعطيه مشرط، اغسله وكويله يا ويكون يلبس، قدم له يا خليه يلبسه. فإذا استجد، أنت أخذت القميص الجديد وتبرعت بالقميص العتيق، فالنبي عم يقول كان في سلف في ستر الله وفي كنف الله وفي رحمة الله حيا وميتا. فإذا عطاء الله كبير في من أحسن إلى فقير أو يتيم أو مسكين ولو بثوب عتيق عندك، صار لك عم تلبسه سنتين، أعطي لها واحد يكون هو بحاجة أكثر. أما في ناس بيجيبوا أواعي مهريين أكلتها الصراصير وجاي بده يعطيهم لمين؟ للفقراء. الله نبهنا في القرآن إذا بدك تتصدق بدك تتصدق شيء أنت تقبله، أما إذا بدك تتصدق بشيء أنت ما بتقبله لو أهدي إليك فلا يصح هذا التصدق، لا يصح. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا، يقول أخي خدن خدن وكبون لا تكسر خاطره، ما لهن ما لحام تعملهن، إلا أن تغمضوا فيه. فالإسلام أمر أن تعطي ما ينتفع به الفقير حتى المجتمع الإسلامي كله يكون مجتمع بكمال المظاهر وكمال الأخلاق وكمال الإيمان. هذا مما قاله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم حديث آخر رواه قال المنذري رجاله ثقات عن سيدنا عثمان رضي الله عنه قال لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إسباغ الوضوء يعني دلك الأعضاء حتى تبلغ كل أعضاء إيدك أو وجهك أو رجلك. لما الإنسان بيشمر بده يتوضأ بده يدلك أعضاءه دلك جيد حتى الماء يبلغ كل الجسد، هذا اسمه إسباغ الوضوء. الإسباغ تبليغ الإيد أو الوجه أو الرجل تبليغا كاملا، ما تبليغ ناقص. فالتبليغ الكامل يجب أن لا يكون على اليد شمع ولا شحم ولا زفت ولا ما يمنع وصول الماء إلى الجسد، كل شيء يمنع وصول الماء إلى الجسد الوضوء فيه باطل. لو كانت صنعته دهان وعلى الآن دهان على إيده، الوضوء غير صحيح والصلاة غير صحيحة. لو كانت المرأة وضعت على أظافير مناكير وتوضت وضوءها باطل، أو اغتسلت فغسلها باطل ما لم تزيل المناكير عن الأظافير، لأنه هي مادة شمعية، إلا إذا حطت لها ميكر كروم ما لونه أحمر هذا ما عليه شيء. إذا لوتتهم باللون الأحمر أو جابت حبر أحمر ولوتت أظافيرها بيمشي الحال.
فوضوء صحيح ولا بطلان فيه. أما المادة الشمعية إذا حطيناها على الأظافر بطل الوضوء والصلاة باطلة. فلما بده يتوضأ إذا الإنسان بده يكون أعضاؤه كلها تبلغ بالماء، ومن جملة التبليغ تبليغ تحت الأظافر. الظفر لما بيطول وبيغطي الحيز اللي تحت الظفر، تحت الظفر في حيز رقيق، هذا إذا تغطى بالظفر الغسل باطل والوضوء باطل. ففي ناس بتربي ظفرها خنصرها، في ناس بتربي البهم بتربي ربه ظفر طويل، فظفر واحد يمنع الصلاة ويمنع الوضوء ويمنع الغسل، فلا صحة في صلاته ولا في غسله ولا وضوئه. إذن التبليغ أن يكون العضو كله يصل إليه الماء، وخاصة بالنسبة للوجه أن يغسل موق العين، الموق حتى ما يكون فيه موق اللي من ناحية الأنف، حتى ما يكون فيه وسخ بده يغسله. وكذلك عند الاستنشاق أن يستنشق ويغسل ما تحت الأنف، هذا الوضوء التبليغ الكامل. لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإسباغ الوضوء خاصة في الشتاء، ألا في الصيف الجلد بيرتخي بشوية مي بيمشي الحال، أما في الشتاء بيكون الجلد ناشف، وإذا كان الجلد ناشف ما بيتبلغ بالماء، خاصة المرافق أو العقبين ما بيتبلغ بالماء، فلا بد من دلكه. لذلك الإمام مالك رضي الله عنه جعل الدلك فرض في الوضوء، فرض، فمن توضأ ولم يدلك وضوء باطل في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا مغفرة الذنوب ما تقدم وما تأخر بالوضوء. إذا توضيت بمجرد الوضوء واعتنيت بوضوءك غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالمغفرة هنا للذنوب الصغائر التي ارتكبها الإنسان في الحياة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد رضي الله عنه في الزهد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من عبدين متحابين في سبيل الله يستقبل أحدهما صاحبه فيصافحه مصافحة، متى ما استقبلوا أهلا ومرحبا صافحوا، قال فيصافحه ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم. لما صافحوا أهلا وسهلا اللهم صل على سيدنا محمد، صلى على النبي والثاني صلى على النبي، قال إلا لم يفترقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. أي بلقائك لأخيك، جاي أخوك يزورك، ما شرط أخوك من أمك وأبوك، جارك ابن عمك واحد بالحي جايين يزوروك، أهلا وسهلا استقبلتهم وصافحتهم وصليت على رسول الله. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذا استقبل أحدهم أخاه كان لهم ثلاث أمور، كان إذا وضع يده بيده أول كل يهزه، ثم يسأله عن حاله وحال أهله، كيف حالك كيف حال أهل الأهل الأولاد شلون إن شاء الله بخير فالحمد لله، ثم بعدها
يقول رب اغفر لي ولأخي هذا، يدعو بالمغفرة له ولأخيه. اللهم صل على سيدنا محمد، رب اغفر لي ولأخي هذا، هذه الثانية. فإذا كانت الثالثة قرأ سورة والعصر قبل أن يفرق أيديهما. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا كان لقاء المسلمين مع بعض من بعض. فمن فعل هذا، ورد في الحديث أن الله يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما مغفرة عامة. هذا إذا المسلم لقي أخاه المسلم، هذه آداب المسلم عند اللقاء. سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إذا لقي أحدنا أخاه أيصافحه؟ قال: نعم. قال: أفيعانقه؟ قال: إذا كان في سفر، إذا جاي من السفر بيتعانقه، أما بالبلد مصافحة على الحل بيمشي. أما أيقبله؟ قال: لا، تقبيل ما في، إلا إذا جاي من السفر بتعانقه، فيكون تقبيل من كتف اليمين وكتف الشمال. يعني لا، صار كل ما واحد شاف الثاني صار لا شغلة البوس أخذ إلى أبعد حدودها. كان قبله من دقنه من خده، هلا صار قبل منين؟ من الفم، لأن الرجال صارت نساء، ما عاد اسم الرجال، صاروا نساء. القبلة من الفم يا أخواني في الإسلام محرمة حرام، لا تجوز، لأنها قبلة شهوة وليست قبلة صحبة. قبلة الصحبة من العاتق من الكتف، أما القبلة من الخد قبلة خطيئة، والقبلة من الفم قبلة شهوة فهي معصية، فلا تصح إذن في الإسلام. فمن تصافح مصافحة، وإذا كان اثنين تصافحوا فحمدا الله واستغفرا لذنوبهما وصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم غفرت ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. الحمد لله على فضل الله، هذا بالمصافحة. وقديش المسلم مع أخو المسلم إذا صافحه دائما بالمصافحة: اللهم صل على سيدنا محمد، رب اغفر لي ولأخي، واسأله كيف صحتك وشلونك. وعند المصافحة السنة أن يكون المسلم باش الوجه مبتسم، إذا ابتسمت في وجه أخيك الله عز وجل ينزل 100 رحمة. إذا التقى المسلمان وتصافحا وحمدا الله أنزل الله بينهما 100 رحمة، 99 لأبشهما وجها، يلي بيضحك بوش الثاني أكثر وبيسأله أكثر بياخذ 99 رحمة، وواحدة لعبس وتولى، هذاك بياخذ رحمة واحدة حاطت الأيدي ما عم يفردها. فاللي بيفرد وجهه وبيبتسم في وجه أخيه 99 رحمة، مع أنه لحنا يوم القيامة يا ابني سنحتاج إلى ذرة من الرحمة. فإذا النبي عم يفتح لنا أبواب الرحمة على ملاتها، فاكتسبوا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوصلنا إلى مغفرة الله سبحانه. والحديث الأخير رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله فرضه علينا، نؤمن بما أراد الله أمرنا بالصيام فصمنا، والاحتساب لا نريد ثناء من أحد إنما نريد الأجر من الله وحده،
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما تقدم لأن صيام رمضان بيحجب الإنسان عن المعاصي ويبعد الإنسان عن الخطايا، فلما المسلم بيترك الخطيئة وبيترك المعصية فالله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه كلها أحاديث عملية، الاستغفار العملي الذي يدرك به العبد مغفرة الذنوب، فهذا كله أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يوم القيامة قلت له يا ربي أنا سمعت نبيك يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأنا صمت رمضان يا ربي، وقال كلام نبيك قول حق لا ينطق عن الهوى، هي حجة لك عند الله عز وجل، فتنال مغفرة الله، اذهب فقد غفرت لك، لأن كلام النبي حق، والله بيخيب كلام النبي. لذلك خلي ثقتكم، فلو واحد ما صار له إلا أن يصافح أخاه المسلم، أهلا وسهلا، كيف صحتك، شلونك، شلون أهلك، شلون الأولاد، ربي اغفر لي ولأخي هذا، دعوت بينك وبينه وأنت ضحكان، ميت رحمة ومغفرة لما تقدم وما تأخر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله، ما جهد ما استعداد. فإذا الله عز وجل أكرمنا باتباع حديث رسول الله والعمل بما قاله رسول الله فنرجو الله أن يغفر لنا، والله لا يخيب نبيه فيما قال. فإذا النبي عم يقول غفر الله له ما تقدم وما تأخر، فالله يغفر نعم بيقين الله يغفر. وأما ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تغفر الذنوب فيخرج الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، معنى ذلك يعني أن تخرج ولا خطيئة عليك. لما ولدتك أمك كم ذنب كان عليك؟ ولا ذنب ولا خطيئة، معنى ذلك أن الله محى لك كل الخطايا، كل الذنوب، كل النقائص إذا فعلت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام النسائي رضي الله عنه وابن ماجه عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. قيام رمضان هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كم ركعة سنة النبي؟ كم ركعة؟ 20 ركعة. في بعض الناس بيتكسلنوا بيصلون 8 ركعات، هذا اللي صلى 8 ركعات إذا كان بيعتقد أنه بس النبي صلى 8 ركعات فقد خالف جمهور المسلمين. المسلمين من عهد سيدنا عمر وإلى الآن قديش عم يصلون؟ 20. فإذا أجا هو 80 معناتها كلهم غلطانين إلا هو الفهمان، مظبوط يعني؟ ولا هو الغلطان وكلهم فهمانين؟ صلاة التراويح 20، التعبان صلي على قاعد، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. أما يترك التراويح ويروح من شان يتفرج على التمثيلية، يروح من شان يتفرج على الضحك وترك العبادة والصلاة، فهذا أضاع دينه من أجل شهوته أو لذته أو دنيا. أما صلى صام رمضان وقامه 20 ركعة يصليها متتابعات، هذا غير التهجد قبل الفجر، هذول بعد صلاة
العشاء. من قام إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قياما. فمن صام إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سمي رمضان من الرمض الحرارة الشديدة التي تزيب كل شيء، فلما بتصوم بتدوب كل شهواتك كل معاصيك، والله يغفر لك كل الذنوب. إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. أظن كلكم صليتوا، ما هي صمتوا رمضان الماضي صليتوا القيام، في منه صلى، في منه من ركعات، في منه ترك ما صلى. فإذا سمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام فنفذوا حديث النبي، مثل ما بتنفذ الحياة التي توقفت عليه. إذا كان عطشان واحد قال له في كاسة مي ترويه، تأخذها بتشرب، حديث النبي يعمل به أكثر من كاسة مي عند العطش، لأن كلام النبي كلام حق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الحديث إن شاء الله، الله بيبلغنا شهر رمضان، نرجو الله أن يبلغنا رمضان ونحن على الإيمان ونحن على محبة الله ومحبة رسوله، ونسأل الله أن يزيدنا بالعافية حتى نصوم رمضان ونقومه إيمانا واحتسابا. حديث ثاني رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى حاجة أخيه المسلم، أخوك المسلم له حاجة، سواء كانت الحاجة في السوق أو في المحكمة أو عند فلان له حاجة من الحاجات، مشى إلى حاجة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة يخطوها 70 حسنة ومحى عنه 70 سيئة. ممكن يكون جارك ما عنده خبز، مريض ما حصلنا يجيب خبز، يا جار والله دينونا الرغيفين، قل له ما عندك خبز بجيب لك، روح جيب له كيلوين خبز. تعال، هاي في حاجة في أخيه المسلم. ممكن ما يكون في عنده كبريت، ممكن ما يكون في عنده شاي، إذا مريض أو زوجته مريضة أو مسافرة أو مسافر والزوجة ما عنده حدا، اقضي حاجة الجيران، حاجة الأهل، حاجة الأقارب، اقضيها خالصة لله. امشي في حاجة في أخيه المسلم. واحد إله عند فلان حقه بتحسن تخلص له إياه، روح امشي خلص له حقه. عند فلان بده يمضي له مضاي ما عم يمضي له إياها، روح معه حتى يمضي له إياها. افعل الخير ما استطعت وإن كان قليلا فلن تحيط بكله، ومتى تصنع الكثير من الخير إذا كنت تاركا لأقله. أقل الخير اعمله وإن كان قليلا. امشي في حاجة أخيك المسلم، سواء كان رجلا امرأة طفلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق إذا أوقفته امرأة وقف لها حتى يقضي لها حاجتها. ومرة النبي ماشي في الطريق فإذا فتاة بنت جارية حاملة أدري بدها تجيب فيها لبن أو تحبي فيها مي فانكسرت، فواقفة عم تبكي. فالنبي قال ما لك؟ قالت له انكسرت ولا أهلي بدهم يقتلوني. فالنبي أخذ لكسارة الصحن ومشي معها حتى وصل إلى البيت. فطرق النبي البيت
فقلع شاف النبي عليه الصلاة والسلام يا مرحبا يا هلا يا مرحبا بالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الكون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الجارية وقعت انكسرت بإيدي فأنا جاي كرمالها لا تأذوها لا تضربوها. قالوا له يا رسول الله كرمالك هي حرة لوجه الله، نعتقها ما نخليها عبدة نجعلها حرة. كرمال جيتك انت جاي مشان الإدري مشان الإدري. فالنبي قال إن هذه الآنية لها آجالا كآجالكم فلا تضربوا إيماءكم عليها. العبد تضربها على كسر الآنية إلها أجل مثل أجلك. فقالوا يا رسول الله كرامة لمجيئك هي حرة لوجه الله صلى الله عليه وسلم. قضى حاجة قضى لها حاجة إنه بس ما يطعموا قتلي. قلبها من أمة وعبد إلى حرة صلى الله عليه وسلم. هكذا النبي علمنا كيف نقضي حوائج أحبابنا وإخواننا المسلمين. من مشى إلى حاجة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة يخطوها 70 حسنة ومحى عنه 70 سيئة. شو صار معه؟ 140 حسنة. أنه ما دام محى 70 سيئة شو بيثبت بدالهم؟ 70 حسنة. وسبعين حسنة كتبوا شو صاروا؟ 140 حسنة. قال إلى أن يرجع من حيث فارقه. فإن قضيت حاجته على يديه، الله كتب له التوفيق، قال له مشان خاطري مضي له اياها، مضى له اياها، مشيت، قضيت الحاجة على يديه، فإن قضيت حاجته على يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أي بخدمة مسلم، معناتها قديش لازم نسعى بخدمة إخواننا المسلمين. هذا واقع في ضيق، هذا واقع في شدة، هذا واقع في غم، في هم، هذا مديون، هذا بده حاجة، يعني خدموا بعضكم البعض. الفرق خدمة للمسلمين 70 حسنة تكتب وتمحى 70 سيئة. وإذا قضيت الحاجة خرج من جنوبه كيوم ولدته أمه. هذا معناته شيء عظيم في الحياة، كيوم ولدته أمه. قال طيب وإن هلك فيما بين ذلك، قضى له الحاجة وبده يرجع طرت السيارة. قال وإن هلك فيما بين ذلك دخل الجنة بغير حساب. يا سبحان الله، أديش خدمة المسلم فيها كرامة عند الله. خرج من جنوبه كيوم ولدته أمه، وإذا مات قال وإذا مات دخل الجنة بغير حساب. فإذا هي توبة عملية، هي التوبة. فاستغفروا لذنوبهم، هذا الاستغفار العملي. استغفار العملي خدوم الناس، اجري أعمالك، اجري فيها خدمات للمجتمع، اقضي حوائجهم، يسر امورهم. شو بيطلع بايدك؟ بيطلع بايدك تعبي لهم ابريق مي، عبي له ابريق مي، هذا اللي بيطلع بايدك. اخدم الناس ولو بشيء قليل، هي صفه المسلم مع اخوه المسلم. هلا في واحد بيخدم حدا اخي يصطفله، ما دخلنا يصطفله، هذا مذهب ايش؟ هذا مذهب يصطفلوا، هذا حنفي ولا شافعي؟ ما دخلنا يصطفلوا. فخار يكسر بعضه البعض. اخي وفلان واقع في ضيق، اخي الله شايفه، ما دخلنا كله، ما بدنا نخدم حد.
أما المؤمن يا ابني هو الذي يسعى لخدمة المسلمين لقضاء حوائجهم. هلا أنا قعدت معكم ما قضى حاجة، أنا جاي مشان أقضي حوائجكم بتعليمكم كيف تستغفرون الله، سواء استغفار اللسان أو استغفار العمل، وعم علمكم كلام النبوة وأنتوا عم تكتبوا كلام النبوة، إن شاء الله بيكون قضاء حاجة لكم. فممكن أخ يأخذ بحديث واحد يثق أنه كلام النبي حق ويطلب من الله المغفرة، ممكن بحديث واحد الله يغفر لك كل ذنوبك. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه صلى الله عليه وسلم. تحسن عليه هذا الحديث، من مشى إلى حاجة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة يخطوها 70 حسنة. هذا إذا أخوك المسلم. فإذا كان أبوك، إذا كان أمك طلبت منك قضاء حاجة، أخوك أبوك طلب منك قضاء حاجة، هذا ما 70، هذا 700 بتأخذه 7000، لأن قضاء حاجة الوالدين أبلغ بمرات ومرات عن الإنسان العادي. فهذول مما وصاك الله بهم، فبتقضي حوائج الوالد، حوائج الوالدة، حوائج أختك، حوائج أخوك، هذول الأقارب. ودائما الأقارب أجر أعظم من الأباعد. فإذا كان قضيت حاجة أخيك المسلم وهو قريب منك فلك أجر الإسلام وأجر القرابة، أجر الإسلام وأجر القرابة. فلا تضيعوا على حالكم، والباب مفتوح، والحسنات حسنات مفتوح بابها. فالمؤمن هو الذي يسعى ليكتب الله له هذا الأجر عنده. فسبحان الله، ما أعظم عطاء الله. هذا يا ترى بالطاعات بنصل له؟ يعني إذا صليت تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، وإذا متت وانت جاي الجامع دخلت الجنة بغير حساب؟ لا، هي بقضاء حوائج الناس. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته ليس له عمل، لكن إن رأى أحدا يقضي له حاجته. كان يذهب لعند الجيران يحلب لهم الغنمات والعنزات، قضاء حاجة للجيران. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في حديث الرسول الأعظم من قوله عليه الصلاة والسلام تغفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. الزبد الرغوة، الزبد شو هو؟ الرغوة اللي بتطلع على وش البحر، ما بتصير الأمواج، الموجة رايحة الموجة جاية، شو بيعطي الموج؟ هالرغوة اللي بتطلع. وإذا كان في وسخ كله بيتجمع وين؟ على وش الماء. قال هي الرغوة، الله بيغفر ذنوبك لو كانت قد رغوة البحر كله. قديه بتطلع الرغوة على وش البحر؟ صلى الله عليك يا رسول الله. هذه الرغوة لمن؟ روى الإمام مالك والإمام مسلم رضي الله عنه وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله تعالى دبر كل صلاة 33. هذا اللي أكثرنا مضيعينها، هي أكثرنا مضيعين التسبيح، بيصلي بفز بيمشي. خاصة وقد وجدت فئة من المسلمين هدانا الله وإياهم بيقول لك هي بدعة، صلي وقوم دغري بتصلي وبتفز. النبي عم يأمرنا أنه بعد الصلاة نسبح. كم تسبيحة؟ 33. قال من سبح الله تعالى دبر كل صلاة 33
وحمد الله 33، وكبر الله 33، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، والحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، وقال تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، كل الخطايا وما في نوع، خطاياه كلها لو كانت قد رغوة البحر، بحر الأبيض متوسط باش، البحر الأبيض والبحر الأحمر والبحر الأسود والبحر والمحيط الأطلسي والمحيط الهادي، قديش في رغوة؟ غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أي قديش بتكلف الإنسان؟ أي قديش بتكلفنا؟ بتكلفك تقعد بعض الصلاة دقيقة دقيقة، اقرأ آية الكرسي، قراءة آية الكرسي بعد الصلاة. ورد فيها الحديث بأن من قرأ بعد الصلاة دبر كل صلاة آية الكرسي تولى قبض روحه الله بيده، الله بيده تولى قبض روحه. ما بتحبوا الله يتولى قبض الروح ولا بتكون عزرائيل؟ الله يتولى قبض الروح معنى ذلك يعني الله يتجلى برحمته عليه عند الموت. ف 33 تسبيح، 33 تحميد، و 33 تكبير، ومنختمهم بلا إله إلا الله. قال اخرج من ذنوبه كيوم لا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبدي مثل زبد البحر. هاي التسابيح بصحة أولى وأنت قاعد، وإذا كان عندك شغل أولى وأنت ماشي قول أنت، بس لا تقوم إلا تدعي، لا يقم من الصلاة إلا بعد الدعاء، ادعي وبعد ما تخلص الدعاء وأنت ماشي ترى آية الكرسي وتجيب التسابيح وانت رايح على المحل، فما في مانع. المراد ان تقول هذا بعد الصلاة، فنقرأ آية الكرسي والتسابيح بعد كل صلاة، غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. الحمد لله الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اجزي عنا سيدنا محمدا أفضل ما جازيت نبيا أمته. لولا النبي هل أدركنا هذا؟ هذا كله ببركة مين؟ ببركة سيدنا رسول الله. لذلك أكثروا من الصلاة على رسول الله، ببركة الرسول الأعظم عم تغفر ذنوبنا وتمحى خطايانا. وإلا لولا النبي ما كان عرفنا ذلك، كان صلى الواحد ومشي. فلا يترك أحدكم هذه التسابيح. قديش بتتحمل؟ إذا قعدت دقيقة، وإذا أنت ماشي بما تصل للباب برات الباب كون خلصتون. فعبارة عن دقيقة، فلا تضيعوا عليكم ما فتح الله النبي لكم من أبواب الفضل الإلهي. هذا فضل إلهي لا يحد، لأنه وإن كانت مثل زبد البحر فممكن بصلاتك ممكن ما تحصلها، بأورادك ممكن ما تحصلها. فصلى الله عليه وسلم، هذا باب فتحه لكم الرسول الأعظم. فالعاقل من دخل من هذا الباب ليبلغ درجة رضوان الله ومغفرته، واللي ما بيدخل فمعناته رفض كلام رسول الله ورد كلام
رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك يا رسول الله. هذا على كل حديث قديش لازم تدفعوا يا ابني؟ ادفعوا وقت بس وطبقوه، ما ببي منكم إلا أن تطبقوا حديث رسول الله. وأنا أقول ولو قلت لكم طبقوا، كل واحد يطبق حديث رسول الله على قدر حبه لرسول الله، على قد ما بتحب النبي بتطبق كلام النبي. واحد بيطبقها 100%، واحد بيطبقها 30%، واحد 40%، فعلى حسب حبكم للنبي بتطبقوا كلام النبي. أكثر من هيك ما بحكي لكم، وكل واحد بيقيس حبه للنبي بتطبيق الأعمال صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قوله: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم، إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم تحاتت ذنوبهما. تحاتت، ما بيقولون المي لما بتجي على الحجر دائما شو بتعمل فيه؟ بتحطه، ما هي شو معنى بتحطه؟ يعني بتهريه بعدين بدوب، انت ذنوبك على عم تحط عم تنزل. إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم تحاتت ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة. شجرة متى ما يبس ورقها، لما بتطلع نسمة الهواء شو بتعمل بالورق؟ كله بيسقط. هيك ذنوبك بتسقط. النبي عم يقول لما بتلتقي مع أخوه المسلم كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف. طلعت عاصفة وريح شديد والشجر يبسان، شو بيعمل بالورق؟ كله بيهر. هكذا ذنوبك عم تهر لما عم تلتقي بأخيك المسلم، عم تصافحه، عم تسلم عليه. تحاتت ذنوبهما وغفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر. صلى الله عليك يا رسول الله. ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر، هذا إذا التقيت بأخيك المسلم فأديش إلى كرامة تلتقي فيه تقول له أهلا وسهلا، مرحبا، كيف صحتك، سلم عليه، صافحه. فإذا باللقاء تغفر الذنوب، لأن المسلم دائما له حال المسلم إذا التقى بأخيه أن يقول له غفر الله لك. دائما ادعوا لبعضكم، لا تكونوا مثل الجاهلين، قل له أخي دعينا، قل له الله يدعينا ويدعي لك. عم يقول لك دعينا، الله يدعينا، الله بده يدعي له، الله عم يقول له دعوني أستجب لكم، ما بده يدعي له. دعينا، بيقول له أخي صاحب الدعاء موجود، ما هيك بيقولوها؟ صاحب الدعاء موجود. إحنا بنعرف أنه صاحب الدعاء الله موجود، بس دعينا بخلام بدعوة. فالمسلم دائما خلي يتعلم الدعاء لأخيه المسلم، كرجال مع رجال ونساء مع نساء. إذا التقينا مع بعضنا دائما السلام عليكم، ربي اغفر لي ولأخي. إذا طلبت الدعاء لأخيك المسلم غفر الله له وغفر لك معه، فمغفرة الله. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم، كان أحد يطلع من الظهر من البيت، ظهر ما في شغل، لوين طالع؟ قل ما في شيء، لعلي أن أرى أخا بي مسلما فأسلم عليه وأصافحه ليغفر الله لي. إذا طالع خصوصي مشان بده يتاجر، سلام عليكم، كيف صحتك، ربي اغفر لي ولأخي، وداك يقول ربي اغفر لي ولأخي، فيرجع بمغفرة الذنوب. صلى الله عليك
يا رسول الله. هي الأحاديث التي وردت بمغفرة ما تقدم أو ما تقدم وما تأخر، أو مثل زبد البحر، أو كيوم ولدته أمه. أما لأجيب لكم أربع أحاديث عن مغفرة عامة شاملة، لا تقدم ولا زبد البحر، مغفرة عامة صلى الله عليه وسلم. لكن كل حديث لازم تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، زينوا مجالسكم بالصلاة على رسول الله، لا تصيروا ناشفين جافين. المجلس كل ما ذكر النبي صلوا عليه، حتى يكون المجلس دائما بروحانية رسول الله، خلي شعشع بروحانية النبي. أما ساكتين وجامدين ما بقى إلا تناموا، أو تاني لا سمح الله حركوا حالكم بالصلاة على النبي صلى الله عليك يا رسول الله. روى أبو داود والترمذي رضي الله عنهم وابن ماجه عن البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، أي مسلمين يلتقيان فيتصافحان، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. هنا المغفرة أتزبد البحر، مغفرة عامة، غفر لهما قبل أن يتفرقا. يلا متى ما خلصنا الدرس رح نعطيكم مهلة دقيقة عشان تسلموا على بعضكم البعض بقى. كل أخ إذا التقى بأخيه يسلم عليه، لعل الله أن يغفر لنا، ما نخرج من الجامع إلا وقد غفر الله لنا. وأنا بسلم عليكم كلكم، السلام عليكم كلكم، ربي اغفر لي ولإخواني جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا مغفرة عامة شاملة صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب ابن آدم من نصب، النصب التعب، ولا وصب، الوصب المرض، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، حتى شوكة إذا صابتك هي تعتبر من الأذى اللي صابك صلى الله عليك يا رسول الله. ما يصيب ابن آدم من نصب ولا وصب، النصب التعب والوصب مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطايا. محاي التعب، محاي واحد اجى مش من شغله، جاي من شغله على البيت تعبان، تعبان من كثر ما حامل وشغال وتعبان، جاي ما أدران يتحرك، هذا أمسى مغفورا له. من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له صلى الله عليك يا رسول الله. هي النصب. والوصب إذا صابك وجع رأس أو ارتفعت درجة الحرارة، إن الصداع والمليلة، مليلة الحمى يعني رفعت درجة الحرارة، الصداع وجع، وجع الرأس، إن الصداع والمليلة لا يمحيان الخطايا ويغفران الذنوب، مثل ما كذلك الريح بسقط ورق الشجر. هي إذا كان أصابك وجع رأس
أو حمى. طيب والهم والحزن مهموم، بدك تأمن لا عيالك لا أولادك، ما في قدامك، زعلان ما عم تحسن تحقق الآمال تبعك، أو أصابك أزاد، زحلقت، جرحت إيدك، جرحت إجرك، أو اغتميت غم، بدك تأكل لكن درسك وجعك ما عم تقدر تأكل، مغموم على رفيقك على صاحبك. قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. صلى الله عليك يا رسول الله. حاجتنا بس لنكمل الحديث ما هي؟ وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن أنس قال ما من حافظان، ما من حافظين، كان مكتوب خطأ، ما من حافظين يرفعان إلى الله تعالى ما حفظا ما من حافظين يرفعان إلى الله تعالى ما حفظا من عمل عبد في ليل أو نهار، فيجد في أول الصحيفة وآخرها خيرا. أول الصحيفة وآخرها، أول الصحيفة يعني عندما بتصبح، وآخرها عندما بتمسي. الخير شو الخير؟ في الصباح أول ما بتفتح عيونك شو بتقول؟ لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وعندما بدك تنام شو بتخم يومك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالآخرانية ما بتعد إلا قدام الأولانية، لذلك بتم ماشي بالصحيفة وتمحو حتى تجلس إلى جارتها. قال إلا قال الله تعالى لملائكته أشهدكم أني غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة، بين أولى وآخرة كل مغفور، كرامة لا إله إلا الله في بدايتها ونهايتها. يعني افتتحوا يومكم بإيش؟ بلا إله إلا الله، واختموا يومكم بلا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الآية التي نفسرها قول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد، ورد فيها حديث رواه الإمام أحمد والترمذي عن سيدنا علي بن أبي طالب قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني فيه. يعني لما يسمع حديث من النبي دغري للتطبيق ينتفع فيه. قال وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر، سيدنا علي يقول حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا
ثم يتوضأ فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله أي ذنب ارتكبه. توضأ وصلى ركعتين ثم قال أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له، وقرأ قول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم. بقية الآية إلى الدرس الآتي بقى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واجعلنا اللهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كل واحد منكم بآخر السؤال الدرس لازم يعمل يسلم على أخوه، لكن شلون بيكون أبو محمد لما بده يسلم؟ بيكون ضحكان ولا حاطط العقدة؟ بيكون ضحكان، يعني بيضحك أكثر بياخذ أكثر، بياخذهم قد إيه؟ 99. يلي ما بيضحك قديش بياخذ؟ الله يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بس الماضي بعثوا لي حوار قصير عن بس بدعة من البدع، وصاروا إني يعرف رأيك فيها كبرت بدعة خاتم النبي بعدين بعد السؤال الماضي اللي سأل عن كلمات الوالد، هذا من الجزء الثاني من كتاب ثبتت وجبت هاي الكلمات أعجمية عن عبد الله بن عباس ومعناها استعملتها العرب، حبيتها تبديها إيه. إلا الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد أمين وزوجته، وإلى روح سيدنا الشيخ عبد الغني النابلسي، وإلى روح سيدنا الشيخ محي الدين ابن عربي. اللهم أوصل ثواب ذلك إليهم واجعله نورا يتلألأ بين أيديهم. اللهم زد في حسناتهم وارفع درجاتهم وانفعنا من بركاتهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتقبل أعمالنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، وارض عنا وعن أهلينا وأولادنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نقول في الدرس السابق الدرس الماضي بعتوا هالورقتين منشان يشوفون صحيح أو ما صحيح، وحدة حاطين عليها خاتم النبي، يعني عم يقول إذا واحد توضأ ونظر إله وقت الصبح الله بيحفظه لوقت المغرب، وإذا نظر إله وقت المغرب الله بيحفظه لوقت الصبح، وإذا نظر إله أول الشهر الله بيحفظه لآخر الشهر، وإذا نظر إله أول السنة بيحفظه لآخر إلى آخرها. هذا كله كلام بطال غير صحيح. والخاتم ما هو هذا الخاتم؟ خاتم النبي ما صحيح. خاتم النبي عليه الصلاة والسلام
مكتوب عليه 3 سطر، السطر التحتاني محمد، الثاني رسول، الثالث الله. محمد رسول الله، هذا خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. أما الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله، إنك منصور، هذا خطأ وغير صحيح. هذا كله من البدع اللي بتنتشر في المجتمعات، لذلك لا يصح الاعتقاد بها ولا العمل بها. الثاني على صفات، صفات النبي عليه الصلاة والسلام، صفات النبي موجودة في كتب، في كتب السيرة أو في كتب الشمائل، فلذلك الخاتم مدى لحدا يعتقد فيه وليس بصحيح. طيب، وكمان الدرس الماضي في أخ سأل عن الكلمات الأعجمية اللي وردت، في القرآن. الله يجزيه الخير ويتقبل منا ومنه الدكتور، جزاه الله عنا أفضل ما جاز أخا عن إخواني. الله يجزيه الخير، جاب لك الكلمات الله يرضى عليك كلهم، يلي قال عبد الله بن العباس إنه وقع في القرآن الكريم ما ليس من لغتهم، فمن ذلك الطور. الطور جبل بالسريانية، جبل بالسرياني. طفقا يعني قصدا، هي بالرومية. القسط يعني العدل، كمان بالرومية. القسطاس العدل، كمان بالرومية. إنا هدنا إليك، هدنا بمعنى تبنا، هي بالعبرانية. السجل هو الكتاب بالفارسية. الرقيم بسورة الكهف. اللوح هذا بالرومية. المهل عكر الزيت، هذا بلسان أهل المغرب. السندس الرقيق من الستر، من الحرير الرقيق، هذا بالهندية. الاستبرق هو الغليظ، اسميك يعني، هذا بالفارسية. السري النهر الصغير باليونانية. طه يعني طأ يا رجل بالعبرانية. يصهر به يعني ينضج بلسان أهل المغرب. سينين وهذا البلد الأمين يعني الحسن بالنبطية. وهكذا فيه كمان، الله يزيد خير، مبين الكل، وجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه. فهي كلمات موجودة، يعني الإنسان إذا قرأها، لأن عم نقرأها بالعربية ومشروحة بالقرآن، ما بنحتاج إلى غير ذلك. غفر الله لنا ولكم. الضعف فيا
ملأ رجاءً